قدراتها جنونية، المسيرة التركية مجنون تستعد لدخول المخزون. في الآونة الأخيرة تستعد شركة تيترا التركية للصناعات الدفاعية لإدخال الطائرة المسيرة الانتحارية مجنون ديلي التي يتم تطويرها محليا من قبل الشركة إلى مخزون القوات المسلحة، وذلك بحلول عام 2023. ويتم إنتاج الرأس الحربي المستخدم في المسيرة مجنون من قبل مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية توبيتاك. وقدمت شركة تيترا النسخة الأولى من المسيرة الانتحارية من طراز مجنون خلال مشاركتها في معرض ساحة إكسبو 2022 للدفاع والطيران، الذي أقيمت فعالياته في مدينة إسطنبول في الفترة ما بين 25 و28 أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري. وتتميز المسيرة التركية مجنون بالقدرة على تعدد المهام في البنية الموزعة، ومزودة برأس حربي بقطر ارتطام مرتفع، ولها القدرة على العمل بشكل مستقل ودوي، ويمكن إعدادها في غضون 15 دقيقة، ويسهل حملها لهيكلها المعياري الخفيف. كما جرى دمج نظام CRPA لحماية أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية GNSS من التشويش فيها. وتتمتع المجنون بمدى تشغيلي يصل إلى 85 كيلومتراً، ومدة تحليق بشكل متواصل في الأجواء لمدة 75 دقيقة. ويزن رأسها الحربي 3 كيلوغرامات، وزنها عند الإقلاع 13 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع لها 3500 متراً.